طيب لسه مستمرين مع حضراتكم، ومن الزمالك بنتنقل للاهلي وصفقات الاهلي. الاهلي يا كابتن حماده جاب يحيى عطيه الله دولي مغربي، اشرف داري دولي مغربي، وعمر الساعي لاعب النادي الاسماعيلي. شايف ازاي الصفقات من وجهه نظرك؟ شايفها ممتازه وبنسبه يعني نجاح بنسبه 95%. انت جبت الصفقات دي، عبد المنعم مشي، لازم كنت تدور على القلب قبل عبد المنعم كمان، كنت محتاج برضه في المكان ده تدعيم كويس. المنطقه دي فيها اصابات كتيره، فيها بيحصل فيها مشاكل. اتنين مش متولي ومنعم، جبت سكنت مكانهم اتنين، واتنين يعني دوليين، يوسف ايمن واشرف داري. عندك مشكله مع في الناحيه الشمال، معلول اصابه، كريم فؤاد اصابه، فبتجيب يحيى عطيه الله لعيب كويس جدا. يمكن الماتش اللي فات ما اقدرش احكم عليه، لكن هو معروف طبعا، شفناه مع المنتخب، شفناه بيأدي بشكل كويس جدا، قوي، عنده خبرات جامده جدا، يعني فعال بنسبه كبيره دفاعيا وهجوميا. هنشوفه طبعا في الماتشات الجايه ما يخش مع عمر الساعي، شفناه مع النادي الاسماعيلي بيأدي بشكل كويس جدا، لعيب وسط ملعب. عندك الوديانج مشي، عندك يعني له مكان، ليه مكان، ليه اصل النادي الاهلي يعني هو عايز الاربعه دول زي بعض، اشيل دول احط دول، ما بيأدوا بشكل كويس جدا. مش لازم الاحتياطي يبقى اسمه احتياطي، لا، الاحتياط ده بديل في حته الريكفري، حته لما غير الفرقه بقى محتاج يبقى عندي في المكان ده اكتر من لاعب. الفرقه اللي بتاخد بطوله اللي عندها دكه بدلاء قويه، اللي على النفس الطويل، اللي انا بكمل في الدوري، بكمل في الكاس، افريقيا، كاس عالم انديه، محتاج سكواد جيد. فهو النادي الاهلي بيختار، ما بختارش للدوري المصري، انا بختار لافريقيا، بختار ده داخل افريقيا وكاس عالم للانديه وكاس عالم الانديه انتر كونتيننتال، ثم بعد كده كاس العالم للانديه. محتاج كم لعيبه، محتاج كم بس ان شاء الله مش في تاجيلات في الدوري، او الدوري يبقى ليه شكل ده. انا هنتكلم على الدوري، هنتكلم عن هنتكلم على الدوري. يبقى عنده فريق باحتياطي جيد جدا، يقدر يكمل بشكل جيد جدا. فانا شايف الصفقات يعني ناجحه بنسبه كبيره جدا يعني. ماشي، ده من حيث الاسماء، لسه بقى مساله الانسجام دي بتاخد وقت. لسه هنشوفها، لسه هنشوفها. طيب استاذ ابراهيم، هل الاهلي جاب احتياجاته كلها ولا لسه في نقص؟ اصل برضه شايف زمجره من جمهور النادي الاهلي، رغم انه انت جايب اتنين دوليين ولاعب صاعد، الجمهور الاهلي بيزمجر، بيقول لك انت نسيتني يا باشا في الجناح وفي المهاجم. طيب خليني اقول لك زي ما الكابتن حماده قال، انت كان عندك صفقات الضروره، ما كنتش تملك خيارات. علي معلول مش معاك، فلازم ان هتجيب باك ليفت في المستوى ده، لازم. وكريم اتعور بعد كده كمان، فانك انت تروح رايح للمستوى العالي، دي اللي الكابتن حلمي قال عليها من بدري طبعا. لما قال لك كان الزمالك يكتفي بخمسه تقال، الاهلي عمل كده،